أصدقائي أن هذه الأرض التي نعيش عليها تتعرض حالياً للعديد من المخاطر والتي تؤدي إلى التغير المناخي؟ اسمحوا لي أن أخبركم بقصة التغير المناخي. تدخل أشعة الشمس إلى الأرض من خلال الغلاف الجوي المحيط بها، وعند وصول هذه الأشعة للأرض تقوم التربة والنباتات والحيوانات على الأرض بامتصاص جزء من هذه الأشعة، وهناك جزء كبير من الأشعة المتبقية ينعكس ويعود للفضاء الخارجي. لكن هناك العديد من الأنشطة البشرية التي تؤثر على هذه العملية. على سبيل المثال، يؤدي إنتاج غازات الدفيئة إلى تراكم هذه الغازات في الغلاف الجوي وتكوين طبقة عازلة حول الأرض، فتمنع هذه الطبقة أشعة الشمس من الانعكاس مرة أخرى في الفضاء، وهذا يؤدي إلى الاحتباس الحراري، وهو من أكبر تهديدات الحياة على كوكبنا. هل تعلمون أن ما يسبب الاحتباس الحراري نراه في حياتنا اليومية، مثل الاستخدام السيء للطاقة ووسائل النقل، إزالة الغابات للتوسع العمراني، قطع الأشجار للحصول على الأخشاب، وقطاع الصناعات، حرائق الغابات وحرق النفايات، وأيضاً الغازات الناتجة من تربية الأغنام والأبقار. فالتغير المناخي الحاد يؤدي إلى كوارث طبيعية مثل ذوبان الجليد، مما يؤدي إلى ارتفاع مستوى سطح البحر وحدوث الفيضانات، ويؤدي أيضاً إلى التصحر، كما يؤدي إلى تناقص التنوع البيولوجي وكذلك الخسائر الاقتصادية في الزراعة وانتشار المجاعات والأمراض. إذن أصدقائي، ما الذي يمكننا فعله للمساعدة في حل هذه المشكلة؟ أولاً، عن طريق زراعة الأشجار وحماية المناطق الخضراء. ثانياً، التقليل من انبعاثات غازات الدفيئة باستخدام طاقة أقل أو التحول إلى طاقة خضراء. ثالثاً، بإمكاننا استهلاك كمية أقل من تناول اللحوم. هيا أصدقائي، لنحمي كوكبنا الجميل من التغير المناخي.